يرجوكم شيخ صالح رجاء ويقول نود من فضيلتكم كلمة توجيهية لمن يجمع المال بأي وجه كان وخصوصا في مثل هذه القضية. جمع المال مسؤولية، كما أن إنفاقه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتسأل عن هذا المال من أين حصلت عليه، هل من حلال أو من حرام أو من كذب واحتيال، ثم تسأل أيضا عما أنفقته فيه، هل أنفقته في الحرام وفي المصارف المحرمة، فإنك مسؤول عنه. فالمال مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أناس يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في على مسؤولية فإنه يقوم بهذه المسؤولية على الوجه المشروع، ولا يحابي أحدا أو يتساهل في تطبيق النظام العام الذي هو من صالح المسلمين والذي هو من طاعة ولي الأمر بالمعروف. نعم.